مطعم سريلانكي أعده نحو 12 مواطناً لبنانياً وأجنبياً وهم يشاركون في ورشة عمل للطهي قادتها عاملة المنزل السريلانكية آنا فرناندو في بيروت. وقالت آنا التي هاجرت إلى لبنان قبل نحو 35 عاماً للعمل جليسة للأطفال إنها تبادلت وصفات طعام من بلدها الأم مع طاه لبناني مشهور تدربت معه لتصبح هي نفسها طاهية. هلا في عنا كوكينج ورك شوب هابينج، عنا تقريبا شي 12 بارتيسيبنتس جوا، وفي آنا فرناندو يلي هي فروم سريلانكا وعم تعلمنا كيف نعمل ريلي ديليشس سريلانكان فود. ونظمت ورشة العمل منظمة ذا جريت أوفن غير الحكومية بالتعاون مع مبادرة محطة الأمة الشعبية التي حولت مغسلة سيارات مهجورة إلى مركز مجتمعي في أعقاب انفجار مرفأ بيروت عام 2020. نحن بالنسبة لنا الكوميونتي هي كل الأشخاص الموجودين بهالكوميونتي، مشان هيك بالنسبة لنا إنه كل المايجرنت كوميونتي وركرز لازم يكون عندهم منصة أو بلاتفورم تيفرجوا السكيلز تبعهم. مشان هيك نحن مع الجريت أوفن طلعت لنا بهالإنيشيتيف إنه نعطي هيدا الكيتشن لمين ما كان عباله يفرجي من بلده الترديشنز تبع الأكل تبعهم، والناس تتعلم من كل الفئات ومن كل المناطق. وكانت هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة من 16 ورشة عمل بعنوان نكهات بلا حدود، يتعلم فيها المشاركون الطهي وتناول الطعام مع سيدات من المجتمع، وتتناول كل ورشة مطبخاً مختلفاً من بلد مختلف. بالضبط كان هدفنا انه يكون انه اول شيء مثل ما شايف في اشخاص من عدة جنسيات موجوده، وفي حدا من المايجرنت كوميونتي هو عم بيقود الورك شوب، هو عم بيعرف، هو عم يعمل كل هيدا. سو هي شوي انه يعني هيدا اذا بدك شيء ما بتشوف كثير بلبنان، او منه كثير، او ما في مساحات كفايه ليقدر يكون في هيدا التواصل وهيدا الاختلاط. سو هلا احسن طريقه انه كمان تنعمل هيدا هي عبر الاكل، لانه اوكي كلنا بنحب ناكل، كلنا وحلو اكثر شيء كمان نتعرف على مطابخ جديده. وسلطت نور الضوء على كيفية اختلاف هذه التجارب عن تلك التي يمكن أن يعيشها الناس في المطاعم. هون عم جرب يكون اكسبيرينس اكبر، يعني اول شيء انت عم تطبخ الاكل، ثاني شيء كمان انت عم بتشارك بطبخه، عم تتعلم كيف تطبخه، عم تتعرف على شخص من هيدا البلد هو عم بيشتغل، يعني عم بيعلمك كيف تعمله وعم تقدر تتناقش معه. وبعد كل هيدا في قعده، يعني مثل كنت عم فسر قصه قعده العيد او قعده جمعه العائله، اتس ذا سيم ثينج يعني. وتضمنت قائمة الطعام في ورشة عمل الأسابيع الماضية أكلة سامبل جوز الهندية السريلانكية والكاجو والفاصوليا الخضراء، وتحدثت آنا بحماس عن التوابل المستخدمة في المأكولات بينما كان الجميع يشارك في إعداد الطعام.